جدا. خلينا كمان نروح لان لسه برضو في تصريحات مهمه كانت لكابتن سامي قمصان المدرب العام طبعا للفريق. هو قال ان الاهلي حقق مكاسب كبيره جدا بعد الفوز على فاركو، واشار الى ان الاهلي بيخوض كل 3 ايام مباراه ولا يوجد فرصه لراحه اللاعبين، وهو ما يسعى الجهاز الفني للتغلب عليه من خلال اشراك بعض اللاعبين والتغييرات اللي بيجريها الجهاز. اكد كمان ان الاهلي اغلق ملف البطوله بطوله الدوري بانتهاء مباراه فاركو، بدا التركيز في مباراه المريخ السوداني في دور المجموعات، وقال إن الفريق دائما ما يحتاج إلى دعم الجماهير لتخطي الموقف الصعب في دور المجموعات. خلينا نروح نتابع. طبعا زي ما انت قلت الحمد لله النتيجة مرضية جدا بالنسبة لنا وأداء، لكن اللي أنا عاوز أكد عليه برضو يعني ما نغفلش جهد اللعيبة خصوصا الماتش اللي فات. أعتقد إن احنا أدينا برضو مباراة كويسة، ممكن ما كانش في عندنا توفيق زي النهاردة، يمكن الفرص اللي جات لنا في ماتش صن داونز كانت أكتر حتى من الفرص اللي جات لنا النهاردة، لكن النهاردة الحمد لله قدرنا نستغلها وقدرنا الحمد لله نسجل 4 أهداف مهمين جدا بالنسبة لنا، والحمد لله مكاسب كبيرة وأهمها طبعا عودة شريف للتهديف، قفشة النهاردة ما شاء الله بيوصل تألق، حسين رجوعه برضو نفس القصة، بيت اللعيبة كلها رامي أدى أداء مميز، هاني علي معلول السولية ديانج كل اللعيبة حتى بيرس ولويس لما نزلوا وحسام حسن نفس القصة، فأعتقد الحمد لله الحمد لله حاجة نقدر نبني عليها، خصوصا الماتش الجاي مهم جدا بالنسبة لنا، مباراة مهمة جدا، لكن أعتقد يعني لو بنفس الإصرار دوت ونفس الاصرار اللي انت عاوز تكسب واللي انت عاوز تخلص الماتش بدري، اعتقد ان شاء الله ربنا ان شاء الله يكون كرمنا فيه وان شاء الله نقدر نحقق نتيجه ايجابيه فيه ان شاء الله. الحمد لله يمكن هو الراجل بيشتغل كتير وبيكرر كتير وبيشتغل على الجمل كتيره وازاي يربط بين اللعيب مع بعض، فاعتقد الحمد لله كان مردوده كويس النهارده، لكن برضه هاكد ان دي مباراه خلاص عدت بالنسبه لنا، عندنا مباراه مهمه جدا جدا بالنسبه لنا في المجموعات. يمكن السنه اللي فاتت برضه كنا حاطين نفسنا في نفس الوضع دوت، يمكن خسرنا من سيمبا وتعادلنا مع فيتا هنا، ولكن قدرنا الحمد لله ان احنا نرجع تاني ونحقق البطوله، فاعتقد ان شاء الله ان حطينا نفسنا في وضع صعب، لكن ان شاء الله اللعيبه قادره ان شاء الله اللي ترجع تاني، لكن محتاجين دعم جمهورنا، محتاجين الفتره اللي جايه دي يكون في ثقه اكتر ودعم اكتر للعيبه، واعتقد ان شاء الله اللعيبه ان شاء الله مش هتخذلهم باذن الله. انت عارف ان الفتره اللي جايه دي كلها يعني بنلعب كل ثلاث ايام مباراه، يعني عندنا النهارده ثلاث، عندنا السبت مباراه، عندنا الثلاث وبعد كده السبت تاني تلعب صن داونز، فاعتقد مهم جدا اللعيبه كلها تشارك تاخد دقائق كتيره يبقى في ريكفري كويس، لان ما عندناش فرصه ان انت تريح اللعيبه، فاعتقد الحمد لله لما برضو النتيجه كانت مريحه بالنسبه لنا قدرنا نعمل تغييرات ساعدتنا، برضو في نفس الوقت اللي كان برضو حمدي عنده انذار وراجل كان متخوف برضو اللي هو ياخد انذار تاني، لكن في الحمد لله برضو كانت في صالحنا، يعني ديانج برضو شارك الحمد لله بأدى اداء مميز، فاعتقد الحمد لله ان النهارده يوم كويس بالنسبه لنا وان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله في المباراه القادمه باذن الله. بشكرهم طبعا على الجهد دوت والاصرار دوت وتحمل المسؤوليه في وقت صعب، انت عارف لما بتخرج من هزيمه خصوصا النادي الاهلي مش متعود اللي هو يتلقى هزايم يعني، لكن اعتقد الحمد لله اللعيبه رجعت تاني فرضت شخصيتها على المباراه، كانت شخصيه قويه جدا في المباراه وقدروا يستفادوا بحاله فاركو في البدايه اللي قدرنا كان عندنا اصرار اكتر وعندنا تصميم اكتر ان احنا نخلص المباراه بدري، فاعتقد الحمد لله طبعا ربنا كلل جهودهم بالمكسب، لكن بقول لهم بقى عندنا مسؤوليه اكبر المباراه الجايه وان شاء الله انا واثق ان انتم ان شاء الله هتكونوا قدها وان شاء الله تحققوا طموح ورغبات جمهور النادي الاهلي ان شاء الله.